مباشرة ملفعات النازحين، وهناك مؤتمر موسع لكل الأجهزة الأمنية والعشائر والإدارة المحلية للبدء بحملة غلق المخيمات وعدد جميع النازحين. احنا باقين معكم إلى أن ترجعوا إلى بيوتكم معززين مكرمين. أهمية العمل الجادي والحثيث على إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، حيث لم يبقى إلا القليل بعدما كان هنالك أعداد مليونية من النازحين. عودة النازحين إلى كل المدن والقرى بدون قيد أو شرط. سبع سنين وخلينا من الخيمة، قالوا يقولون نرجع لمنطقتنا ما يشدون علينا.